معنا سيادة ألواء أهاني أباظة عضو مجلس النواب. أهلا بحضرتك معنا في مساء القاهرة. أهلا بيك يا فندم. سيادة النائب، إيه النقط الأكثر أهمية التي توقفت أمامها أمام بيان الحكومة اليوم؟ والله قبل ما نقول النقط التي توقفت أمامها، لكن أنا بقول إن الراجل النهاردة كان بيعرض البرنامج بأسلوب علمي، بيقول الأول إحنا فين وعايزين نروح فين وهنعمل إيه عشان نروح للنقطة دي. فهو ده يعني الدراسة العلمية الحقيقية. إذا أردنا إن إحنا نطور من منظومة معينة، لازم الأول بنشوف إحنا فين والتهديدات بتاعتنا شكلها إيه، السيتويشن يعني تقييم للموقف الحالي للدولة المصرية. هو ده اللي عمله أول ما ابتدى في الوضع الراهن والتحديات الموجودة من أمن قومي داخلي وخارجي، من زيادة عدد السكان بشكل غير عادي، من ارتفاع معدل البطالة، من انخفاض جودة الخدمات طبعا بشكل غير عادي، من تباطؤ في النشاط الاقتصادي الموجود، من ارتفاع الفجوة التمويلية للاقتصاد وضرورة سد هذه الفجوة، ازاي ارتفاع معدل التضخم بشكل غير عادي، ارتفاع العجز في الموازنة، يعني هناك تحديات كثيرة جدا. وبعدين قال النهاردة انا يعني عايز اروح فين، انا عايز اروح الحياة الكريمة اللي يتمناها كل انسان مصري واللي يستحقها الشعب المصري. وهو العظيم فعلا يعني رئيس الوزراء تحدث بلغة الارقام عن بلغة الملف الأرقام. الاقتصادي المصري، هل تمام. حضرتك مقتنع بما جاء في هذا الشأن؟ انا طبعا الخطوط العريضة في البرنامج خطوط محترمة جدا، واضحة جدا، والمهم ان انت تتكلمي بشكل رقمي وتقولي انا ده اللي انا عايز اوصل ليه. حط هو حوالي 7 محاور اساسية اتحرك فيها. المحاور دي هو ابتدى من نقطة الصفر او من وير وي ار، من ان احنا اللي احنا فين وعايز يوصل لنقطة معينة. المهم ان يبقى في خطة واضحة زمنية، وده اللي هو عمله. الخطة دي قابلة للقياس، قابلة للتعديل، قابلة للتغيير، بحيث ان انا اقدر في اي وقت من الاوقات اقف واقيم بمؤشرات التغير في الاداء الحكومي، هل هو في طريق الهدف اللي انا عايز اوصل له ولا خارج عن هذا الهدف. سيادة النائب، حضرتك شخصيا مقتنع وموافق ببيان الحكومة؟ والله موافق او غير موافق، انا بكلمك على الخطوط العريضة. الموافقة هتأتي بعد ديتيل ستادي، بقى الدراسة التفصيلية لهذا البرنامج اللي هو النهاردة تم تشكيل لجنة، وانا طبعا كان فيه بالنسبة للسادة النواب كلهم معترضين على تشكيل لجنة بمعاييرها. المهم انتهى الدكتور علي عبد العال النهاردة ان احنا ان شاء الله يوم الاربعاء هننتهي من اقرار اللائحة ان شاء الله اول اسبوع جاي. بس بالتأكيد يعني عندك مؤشرات، يعني وانت بتسمع البيان اكيد يعني في عندك نسبة كده جواك بتقول ان انت متجه للموافقة ولا عدم الموافقة؟ لا انا متجه للموافقة ان شاء الله. وده رأي حزب الوفد اللي حضرتك تنتمي اليه؟ اعتقد ان حزب الوفد يعني هو ده التوجه ان شاء الله للموافقة على برنامج الحكومة، في ظل ال طبعا البرنامج اللي احنا خدناه. نعم. بعد الانتهاء ان شاء الله بالدراسه التفصيليه ونطلع بشويه مقترحات، بس اعتقد ان المقترحات او الاستفسارات اللي احنا هنسالها وهنرد من خلالها. نعم. على بيان الحكومه اعتقد لن تغير في المين ستريم. اعتقد ان الاتجاه الرئيسي للبرنامج صحي وعلمي، وهو ده الاساس اللي احنا كنا من زمان كان غايب عن الدوله المصريه، ان احنا لا نؤمن بالتخطيط العلمي المضبوط للوصول للهدف اللي احنا عايزين نوصله. تمام، انا بشكر لكن حضرتك. اعتقد ان المهندس شريف اسماعيل وحكومته حطوا برنامج، اعتقد انه برنامج جميل الى العلميه والمنهج العلمي، وبالتالي اعتقد بوادر هذا البرنامج ان هو ان شاء الله برنامج يتجه الى النجاح ان شاء الله. اللواء هاني أباظة عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لحضرتك.